واش كوب دافريك هكذا حنا؟ حنا كوب دافريك جبناها رجال، جبناها رجال. انا نقول كنت حاضر هنا رجال وقفت يفرحوا لاخفاقات الجزائر ولا يفرحون لانجازاتهم. وللاسف هناك من بتصرف سلبي جد سلبي ضد المنتخب والناخب لا يعرفون انهم لما يكسرون بالماضي والمنتخب هم يكسرون صوره الجزائر. هذا لا يمنعنا من قول الحقائق. تتحدث عن جبهه داخليه هنا. جبهه داخليه، وحتى انت لما تكون جبهه داخليه الصفوف يعني يقولوا كما يقال جماعه الطابور الخامس. يعطيك صح. اليوم يا حسام اتوجه لكل من يريد الاخوه المزيفه وكل تلك الاحلام التي يعيشها البعض. من لم يستفق لهذه المؤامرة لتحاك ضد الجزائر من علاقة مباشرة بالمؤامرة؟ بيان سير مؤامرة مستهدف الجزائر الحق، صوت الحق. نحن لا نهروي يا أخي للأمور التي يريدونها هم. نحن لم نهروي للتطبيع، نحن لم نهروي لهذه الأمور. تعتقد أن المنتخب الجزائري راح ضحية أكيد. السياسة السيادية أكيد. للجزائر لما نتحدث عن الجزائر عموما. المشكل وين ما فهمتش أنايا كيفاش رئيس جامعة وعضو فعال مؤثر في الكاف يجلس في بنك الاحتياط. كان موجود في مباراة المغرب. وزيد على زاد واش داروا له؟ داروا له يعني صحافي قاعد في التماس يصور في لجاس عادل. واش راح يدير واش مش راح يدير؟ كانوا يعني بروفوكو فيه. انا مهما نبقى نتسائل انايا، وهذا عادل لما تكلم على الحاكم طوم ابونجيل محمد يعرفه مليح، عادل خدم في جنوب افريقيا، يعرف بلي طوم ابونجيل هذا الحاكم الجنوب الافريقي يعني للاسف جنوب افريقيا عندها زعماء. نعم. محمد عندها زعماء، عندها نيلسون مانديلا، عندها الحاكم الجنوب الافريقي اللي في المستوى العالي، ولكن هذا الحاكم هذايا يخدم للسيد فوزي نقجع. يخدم له ليه؟ هو اللي دار المقابله تاع تنزانيا المغرب في دار السلام. نعم. كيف تتوقع امين ان تتعامل الكاف مع قضيه مبيمبا الركراكي؟ حسب ما شاهدناه مؤخرا ستغلق القضيه وكانها لم تكن ابدا. كيف؟ يعني بهذه البساطه تغلق القضيه؟ بهذه البساطه نعم. والشقائنة تذهب؟ أو ستكون هناك عقوبات سطحية طب عادية جدا ربما. أمين لا يمكنك أن تغلق شكوى في في فيه واحد مشتكي وواحد مشتكى عليه وفيه تصريحات خطيرة وفيه بيان خطير. يعني نريد أن نعرف من هو الكاذب ومن هو الصادق. وأنا قلت وأعيد وأكرر نحن لا نعلم نحن لا نعلم من الكاذب ومن الصادق. نحن نطالب فقط بإنصاف الشخص المظلوم و الشخص الظالم توقع عليه عقوبة، لكن لا ندري من. لا يمكن أن تغلق هذه القضية. لازم إذا كان مبيمبا يفتري على الركراكي يجب معاقبة مبيمبا. يجب معاقبة مبيمبا. آمين كيف تفتري على مدرب ونحن نعرف بأنه الركراكي مدرب خلوق؟ يعني إذا أدلى وسقط هذه السقطة الكبيرة وأدلى بهذه التصريحات أو بهذه العبارات يجب أن يعاقب. إذا مبيمبا وإذا أدلة كما قال عنده فيديوهات. نعم. وعنده أدلة ما يقدروش يعاقبوه، يقدروا يروحوا بطريقة أخرى، طريقة ودية، يقدروا يفضوا النزاع بطريقة ودية. أنا هذا واش نتوقع، راح يفضوا النزاع بطريقة ودية بدون توجيه عقوبات لا على الجانب المغربي ولا على الجانب الكونغولي. هذه إذا كان مبيمبا هو المحق. إذا كان العكس لقاو بلي مبيمبا يكذب، فمبيمبا هنا راح يضربوه ضرب مبرح وخشين ويكسروا له ظهره. هل أصبحت الكاف جمعية أشرار الآن؟ ولا الكاف وقتها كانت جمعية أئمة محمد كي يلحق وقيل أذن يأذنوا يديروا جماعة داخل دهاليز الكاف ويصلوا جماعة ويقرأوا القرآن ويراجعوا الأحاديث. الكاف والله ما كانوا بهذا القبح يا أمين محمد والله غير من البكري. لا أوكي يعني معك أمين لحقوا السومي. أسمع الآن لحقوا بهذا السوء بهذا الوقاحة عمرها ما كانت. الآن أسمع الآن ربما الكاف لحقت الأوج العطاء تاعها في الشر في الفساد. بصح محمد من البكري الفاف الكاف عندها سمعة سيئة جدا سواء في ترتيب المباريات للمنتخبات التي تكون قوية داخل دهاليز الكاف أو الاستعانة بالحكام من طرف هذه المنتخبات وهذه البلدان القوية بالحكام الذين تريدهم وتغيير قرارات في الكثير من الأحيان. لذلك قلت لك ما فيش حاجة جديدة على الكاف. نعم. والآن المشكل أنه أصبحت علانية. بكري كانوا يحشموا شوية الكاف
يديروا الفساد يحشموا شويه في الليل في الظلمه. شوف الاتحاديات الافريقيه لكره القدم تنتفض لان نقول لك علاش امين انت تصور تصفيات كاس العالم نتاعها بالاموال تصفيات كاس العالم المغرب تستقبل لادفيرسير تاع المغرب يستقبل المغرب داخل المغرب هذا هبال هذا يعني لازم كاع رؤساء الاتحاديات ينتفضوا لان انا بصراحه محمد هذا موت سي بي انايا بالنسبه لي اضعف رئيس اللي عرفته لاكاف. قلت لي ايضا في الكواليس بان عادل عمروش كان يريد اقامه تربص المنتخب التنزاني تحضيرا لكاس امم افريقيا في الجزائر. في الجزائر في عنابه. نعم في عنابه. ما خلاش. من؟ رئيس الجامعه. ما خلاش. ما دخل القجع في ما راح تكلم ما حبش الجزائر. راح تكلم مع رئيس تاع تنزانيا قال له نخلص لك انا روح وين تحب انا نتكلف بالتربص.